الكرة، وهذه اللعبة من أروع ما يكون. تمريرة رائعة يا فيدال، اطلبها في العمق فارغاس، اختلالات كبيرة في وسط الدفاع منتخب الكامرون. فاهم الشيلي، أوي أوي أوي، هل هناك وضع التسلل؟ الشيليون فاهمون بأن الأخطاء فادحة على مستوى دفاع منتخب الكامرون. بالكاميرا، هل سيرفض هذا الهدف أم لا؟ اللعبة كم كانت رائعة من فيدال في اتجاه اللاعب إدواردو فارغاس، وجول الشيلي في الدقيقة 46 من عمر هذا الشوط. هل سيحقق